السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطة تنفيذ البيم أو البيم امبلمنتيشن أو إزاي ندخل البيم في الشركة. طيب بالنسبة للشخص خطوات مختلفة عن الشركة. الشخص حاول تقرأ عن البيم، حاول تتفرج على سلسلة جاست تو بيم، قناة بيم أريبيا على اليوتيوب، هتلاقي جاست تو بيم، هتلاقي فيديوهات كتيرة بتشرح لك فكرة البيم وإيه الفرق بينه وبين الكاد وإيه المميزات بتاعته وإيه فكرة تنظيم البيانات اللي فيه. بعد كده افتح مشروع واقفله. يعني انا عايزك ما تعملش حاجه خالص، افتح مشروع على البرنامج اللي انت عايزه، سواء ريفيت، اركيكاد، تكلا، افتحه واتفرج عليه وحاول تعمل تلف كده في قلب المبنى وخلاص واقفله، تمام؟ وابدا بقى اتفرج على فيديوهات تعليميه من اي مكان، المهم تمسك سلسله من اول لاخرها. يعني لو احسن شرح مسكت فيديو وسبت فيديو وبعد كده رحت لواحد تاني هتشتت، امسك السلسله من اول لاخرها اتفرج عليه. وبعد كده حاول ترسم نفس الاجزاء الموجوده، يعني الغي جزء من المبنى وابدا ارسم مثلا الحاجه ديت، يعني ارسم فلور زي الفلور الموجود وهكذا، او ارسم مبنى جنب المبنى، يعني واحده واحده ما تستعجلش. يعني كنت ساعات بدي كورس ولا في اول محاضره الناس ايه عايزين نعمل البرج وبيلف وبتاع، يا عم واحده واحده هتوصل يعني ما تقلقش. وبعد كده افتح مشروع جديد وابدا ارسم. المهم اي فيديو تسمعه لازم تطبق ولازم تلزم نفسك بوقت. وبعد كده اتعلم بقى ازاي تعمل الورك شيت، ازاي تعمل سكادول، بعد كده اتعلم ازاي تتعامل مع فريق متكامل، تبدأ تعمل مشروع كلكم مع بعض. وهتلاقي كل شرح الحاجات دي بالتفصيل على بيم اريبيا على اليوتيوب. طيب لو احنا في شركة، طيب بتبقى عبارة عن ان احنا لازم نكون فريق واحد متكامل، ولازم كلنا نكون بنكمل بعض، ونكون عارفين ان البيم ده مش كاد، ده تكنولوجيا جديدة هتسهل علينا الشغل. فلازم يكون في تنسيق بين المصممين والمقاولين، والتنسيق بين الأقسام المختلفة، وهنتبادل المعلومات ازاي، ونخطط ازاي، نشتغل مع المقاول ونعرف احنا فين. يعني تبدأ تقيم الشغل بتاعك، تبدأ تقيم انت وصلت لحد فين في البيم، هل انت لسه هتبتدي ولا عندك ناس، ولا تبدأ تقيم وتعرف انت واقف فين وتبدأ تكمل لحد فين، يعني الخطوة الجاية هتعملها ايه، تمام؟ ويعني ممكن ايه هتلاقي بعض الحاجات اللي احنا شرحناها بتقول لك ازاي تقيم البيم وازاي تعرف انت فين والخطوه الجايه ايه، تمام؟ وبعد كده بتحط خطه اوليه بكل 6 شهور تبدا تتاكد من ان انت مش صح، وتبدا تشوف انت كنت فين وراح فين. انت مثلا كنت 10% بقيت 12% 13% نطيت ل 20%، طب ايه السبب السرعه؟ ايه السبب؟ تبدا تتحلل النتائج دي. واهم حاجه ان المالك او صاحب الشركه يكون مشارك معاك ويكون فاهم انت فين ويدعمك، وفريق المشروع يبدأ يدرس المشروع ده هياخد وقت قد ايه، ونحدد المسؤوليات بتاعت اطراف المشروع وكل واحد ايه المطلوب منه، ونبدأ نحط كده خطة تنفيذ البيم اللي هي بيم اكشن بلان، بيكون فيها معلومات عن المشروع ودور كل عضو بالمشروع والاستراتيجية بتاعتنا وبروتوكول تبادل البيم وشكل تقديمها ومتطلبات بيانات البيم والتعاون هيبقى عامل ازاي ومراقبة الجودة والبنية التحتية وبرامج التقنية. كل ده لازم يكون موجود في خطة يعني تطبيق البيم، لأن البيم مش مجرد تكنولوجيا، هي علاقات اجتماعية وعلاقات برمجية وتكنولوجيا، وكل ده بيتعاون مع بعض بحيث إن أنت تبدأ تعمل مشروع بجودة أعلى. طيب أنت اقتنعت بالبيم وتحمست، هتقول لي إيه طيب يا عم عمر هنبدأ نطبق البيم في الشركة كلها؟ لا، يعني التطبيق دوت المرة واحدة ده ممكن يوقع لك الشركة. ابدا تدريجي، يعني ممكن مجموعه كده صغيره تاخدهم على جنب يعملوا مشروع ويبداوا يتعلموا، اللي هم مثلا يكونوا متعلمين برنامج وعايزين يطبقوه وخليهم يطبقوا مع بعض في مشروع صغير، وتبدا تشوف ايه الحاجه اللي هم عايزينها، ممكن توفر لهم كورسات او تدريبات او بحيث ان هم يقدروا يتعلموا ويبداوا يشتغلوا بيه. وتبدا تشوف مثلا مشروع صغير مش مزنوق وتبدا تحاول تطبق فيه البيم من اول لاخر. اول مشروع يعني زي ما اول مشروع كده، اول مشروع مانيوال بياخد وقت، فلازم تكون عامل حسابك في حاجه زي كده، ولازم تكون عارف ايه الهدف من استخدام البيم في المشروع دوت. هل هو مجرد ان تعمل فيجواليزيشن، ولا محاكاه، ولا كراش ديتكشن، ولا استيميشن سبورت، ولا خطط سلامه سيفتي، ولا محاكاه مع الزمن 4D، ولا عايز يعني ايه الحاجه المطلوبه بالظبط اللي انت محتاجها في المشروع دوت، وتحدد ايه البرامج اللي انت تشتغل عليها واسماء الملفات هتسميها ازاي، وتنظم فريق العمل في كل مشروع بحيث ان هو يكون متناسق ومتفاهم وعارف الوجبات بتاعته وخطوات العمل
ويكون عنده تصور للمشروع وخطة زمنية، وفي تقسيم لمجموعات العمل والواجبات المطلوبة منهم، ويكون عندهم فيهم واحد على الأقل يكون خبرة كويسة وعنده خبرة في التنظيم، ويكون معروف مين مدير البيم ومين الكوردينيتور ومين المودلر اللي شغالين في المشروع. ونبدأ مثلا نفكر يعني مثلا ايه، لو المشروع عندي كذا مبنى ممكن كل مبنى في ملف ريفيت، لو مشروع كل مبنى كبير يبقى هيتقسم ازاي، نبدأ نقسمهم بينا وكل واحد يبقى عارف المهام بتاعته. يعني مثلا البيم مانجر ده المسؤول عن الاجتماعات، ويقدر يحدد الوقت اللي هناخده قد ايه وهيتكلف قد ايه، ويحط سياق عام للمشروع على مستوى الشركة، ويتواصل مع القيادات الإدارية وفي الشركة عشان يشوف ويعمل سبورت لموضوع البيم، ويحط خطط ويقسم الأهداف ويقدم التقارير وإيه الموارد المطلوبة عشان نطبق البيم، ونحدد معيار التقييم واختيار البرامج اللي هنشتغل عليها والبلاتفورم المنصات اللي هنشتغل عليها، ويتابع التنفيذ. الفريق التنسيق أو الكوردينيتور بيحدد الأهداف البيم في المشروع، ويبدأ ينسق بين الأطراف ويحدد مين اللي عليه إن هو يعدل ومستوى الجودة، ويبدأ ينسق ما بين الإدارة العليا وبين الناس اللي موجودة، ويرفع تقارير عن سير العمل مش عن زمايله، ويبقى مهتم بصيانة وسلامة النموذج. وعندنا المودلر بيبدأوا يشتغلوا على المشروع، يبدأوا يعملوا اللوح. ولازم واحنا بنتحول نبقى عارفين ايه البرامج اللي شغال عليها واحنا فين، وهل احنا محتاجين اجهزه حديثه ولا الاجهزه اللي موجوده تنفع، ويبقى في خطه للنقل ويبقى عدد معين، ويبقى حتى لو مش صغير بس نلتزم بالقواعد اللي موجوده عشان نتعود عليها، و نبقى عارفين الفرق بين الورك ستيشن والديسك توب، اللي هو البيرسون كمبيوتر. بيرسون كمبيوتر للحاجات البسيطة، وورك ستيشن ده بيأسرع بكتير من الشغل وهيسهل عليك وهيوفر عليك وقت كتير.